شايفة نهاية مع شخص من برج مائي، نهاية يعني اللي هي ما يعني نهاية لابد منها، في من بعدها بداية زي ما قلنا بداية حلوة جدا. شايفة كمان في ممكن تكون عندك فرصة عمل، ولكن فرصة عمل اللي هي في مؤسسة، في شركة، في يعني مش انه شراكة او عمل حر او كذا، عم بشوفك لا عم تشتغل في كادر معين، فرصة عمل في كادر معين، واذا كنت اساسا عم تشتغل ففي عندك امنية في العمل ممكن تتحقق، ممكن ترقية انت عم تستناها. شايفيتها ممكن كمان شخص يكون من برج هوائي أو ناري، يكون هذا الشخص عم يوهمك في أمور في الشغل، عم يستغلك، يمكن مش بس في العمل، يمكن في على أصعدة أخرى. هذا الشخص عم يوهمك في مواضيع، في أمور، نكون حذرين من مواضيع النصب خاصة من هاي الطاقات. أنا ما بقول إنه هاي الأبراج أو هاي الطاقات سيئة، ولكن طبعا مش كل أشخاص البرج نفسه بيكونوا نفس الأخلاق أو نفس فبس نكون حذرين هاي الفترة من هذا الموضوع. عم بيهيئ لنا شغلات، عم نتعرض لنصب من ناحية عاطفية، إذا كان في شخص جديد عم يدخل حياتنا، إذا كان هوائي أو ناري ممكن شوي ناخد بس حذرنا، ما بقول لك إنه شخص سيء، ولكن ناخد حذرنا بس إنه نكون حذرين وما نتوه بسرعة بالمشاعر وما نفوت بسرعة بالمشاعر، نتأكد من الشخص قبل ما يعني ندخل أكتر في الموضوع. شايفة في عندك سفر ولكن مؤجل هذا الشهر، يعني ما رح يكون هذا الشهر في سفر، في وعود وأوراق عم بتوقع عليها كرمال السفر، ولكن السفر فعليا ما رح يكون في هذا الشهر. ممكن هذا أهم شيء. كمان شوي على الصحة النفسية من ناحية التفكير، عم بشوفك بتفكر، البعض منكم عم بيزيد ويعيد في نفس الموضوع، عم بي البعض منكم عم بيكون شوي عنده أرق نوم متقطع، نفكر بصحتنا شوي أكثر من اللي حوالينا لأنه صحتنا أهم شيء. ناحية عاطفية عم بشوفك أول الشهر عم تتذكر، عم بتكون وحيد شوي، في فرص عندك كتير أو العيون عليك وما عم تعطي فرص لحدا، عم بتكون منزوي نوعا ما، ولكن سرعان ما تتغير هاي الطاقة، هاي الطاقة رح تكون بس مجرد أيام قليلة ولكن رح تتغير بسرعة هاي الطاقة، نتيجة أخبار رح توصلك من الشريك، أخبار مباشرة، يعني الشريك نفسه رح يحكي معك، مش إنه أخبار رح توصلك عن الشريك. رح تاخد حقك من شخص، يمكن من علاقة ثلاثية كانت موجودة، راح يوصلك حقك، في عنا جاستس في هذا الشهر، فعم بتكون سعيد في هاي في هذا الموضوع أو في هذا الانتصار. عم بشوف في فارس أحلام بالنسبة للعزاب أو للناس اللي خلص بدهم يرموا القديم وبدهم جديد، في مجال كتير كبير إنه يكون في جديد عفوا في هاي الفترة، خاصة من الأبراج القوس، الأسد، الأبراج النارية، ممكن تكون في فرصة حلوة كتير أو شخص معجب ممكن إنه يبادر في هاي الفترة. بالنسبة للمتزوجين عم بشوف الأولاد شوي عم بيسببوا لهم شوية يعني إرهاق، شوية
تعب، ولكن مش كل الأولاد يعني. مبين عندي الأولاد نوعين عندكم إياهم، نوع كتير هادي ورايق وكذا، ونوع شقي. فعم شوي تواجهوا يعني مشكلة في هذا الموضوع الأمهات أو الآباء. شايفة في ممكن يكون حتى حمل، يكون حمل في ولد مش في بنت على الأكثر، خاصة إذا كان الشريك ناري أو مائي. عم بشوفك زي ما قلت لك منتصر على علاقة ثلاثية، أو منتصر على الشريك نفسه، لأن الشريك نفسه رح يجي لك وأنت رح ترفضه أول مرة، وبعدين رح شوي تتناقش معاه. ولكن أنا بشوف إلك بداية جديدة أكثر ما هي رجوع للقديم. في عندك بدايات جديدة حلوة مع أشخاص جداد، أنت عم تختار هذا الشيء. هذا الشيء ما عم يصير غصب عنك، عم بشوفك أنت اللي عم تختار، أنت اللي عم تكون متحكم في الموضوع. نشوف مسج من الحبيب، ما أدري يقولها أو هو بعيد مثلا. وكأنه عم بيقول لك انه هو آسف، عم يعتذر، عم بيحاول يعمل تغييرات في شخصيته، تغييرات جذرية لحتى يوصل لعندك. هذا من العقل الباطن تبعه، مش من ال فعم بيعمل هيلينج، عم بيعمل شي، ولكن عم بيحاول يعمل تغييرات حتى فيزيكال، يعني حتى مش بس اللي هم تغييرات معنوية أو كذا، لا يعني تغييرات بشكل عام في شخصيته. عم بيحاول يتغير لحتى يوصل للليفل تبعك، لحتى يوصل لك، لحتى يقدر إنه يتواصل معك. يمكن عم يظبط أمور، ولكن هو اعتذار. أنا شايفته اعتذار أكثر ما هو مسج. شوف إذا في تحذير هذا الشهر لبرج الدلو. إذا ذكرت طلع مقلوب، في أمر قديم يعني أنت عم تستناه كتير إلك فترة طويلة. على فكرة هذا الكرت مش تحذير، هذا بشارة. عم تستناه إلك فترة، عم بتكون في كانت عواصف، في مشاكل حوالين هذا الموضوع، ما قادر توصل له، في عوائق كتير. أنا شايفته بيت ممكن يكون بيت زوجية، ولكن في حواليه كتير مشاكل، في أمور. فكأنه عم بيوصل لك مسج إنه بس تكون حذر مع الشخص اللي حتبني معاه هذا البيت. ولكن أنا شايفيتها أنها بشارة، يعني بيت عم تبني، بيت مع حدا، عم بتكون بيت مع حدا، عم بيكون في زواج يعني أكثر. هذا الكرت بشوفه. خلينا نشوف أوراكل لبرج الدلو. تحذير برضه كمان مرة، إنه بيقول لك ما تدخل، ما تاخذ قرارات كبيرة هاي الشهر، ما تاخذ قرارات مصيرية مثلا زواج، تترك عمل، تعمل شغل كبيرة، لأنه في شوي عدم أمان.